هكذا عاد المعتصم بالله وزملائه بعد افتكاكهم للمراتب الأولى في المسابقة العالمية للحساب الذهني بدولة تركيا حضورياً. مكرم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظير إنجازاتي العديدة، شاركت في البطولة العالمية للحساب الذهني الياباني بدولة تركيا وتحصلت على المرتبة الأولى في المستوى الرابع في فئة بي. أنا الفائزة بالمرتبة الثانية عالمية للحساب الذهني بتركيا. كانوا أول حاجة والدي وأستاذتي يشجعوا فيها بننجحوا، وصح نجحنا وشرفنا الجزائر ومسيلة. تحذيرات مكثفة كانت قبل المسابقة وتأطير من قبل إدارة مركز المعتصم مكنتهم من تشريف الجزائر ورفع الراية الوطنية. كي قالوا اسمي فرحت بزاف، ثانكي نشرف بلادي وتحصلت على المرتبة الأولى، وأنا كنت مشاركا في تيبازا، ثان تحصلت على المرتبة الثالثة. الفائزة بالمرتبة الثانية عالميا في الحساب الذهني المستوى الأول. كانت المسابقة على مستوى عالي جدا، وقد أتممت 100 عملية في 7 دقائق. شاركت في البطولة العالمية بتركيا وكنت منهم في واحدة من الفائزين بمرتبة ثالثة في المستوى الثالث. كنت أنا ربحت بمرة اللي فاتت في وهران الأولى وطنيا بالمستوى الأول. أطفال صغار لكن أحلامهم وطموحاتهم كبيرة في المحافظة على المراتب الأولى وتمثيل الجزائر وطنيا وعالميا، بل ولهم اختراعات عديدة في مجال الذكاء والإبداع.